يا ريت ما تنسوا تعملوا سبسكرايب وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس وتسلخوا لايك وتعملوا شير لأصحابكو مشان يستفيدوا مثلكو، واللي في عنده أسئلة أو أفكار لدروس معينة يكتبها تحت. هسا الكوماند اللي بعده اللي هو الريكتانجل، نروح هنا على هذا الريكتانجل نضغطه مباشرة زي هيك. هسا هون بقول سبيسيفاي اللي هو الفيرست كورنر زي هيك. طبعا هون تحت بتلاحظوا في عندي عدة اوبشنز اللي هو الاريا والدايمنشنز والروتيشن. طبعا الدايمنشنز يعني اللي هي بسيطة، مثلا بتقدر تحدد الدايمنشن اللي بدك اياه. فنفترض هذا بدي اخلي طوله مثلا 14 وين يونت، بعدين بضغط كمان مرة تاب، بتلاحظوا هنا انه انا بدي انزل لتحت، طلع على الجهة الثانية جاي عندي بالماينس. فاذا عشان انزل لتحت حيكون بالماينس، لو انا ضغطت بالبوزيتيف طنشت الماينس حيطلع الريكتانجل حيطلع لفوق. طبعا انا خليني هسا انه انا اكون هاي الكيرسر عندي تحت وهنا عندي بالماينس، خليني اطلع مثلا 5 يونت، بس اكتب 5 يونت بالبلس مش بالماينس. شوفوا كيف السريع حيقلب لفوق، هاي 5 هاي انتر طلعوا طلع لفوق مباشرة، بضغط سبيس زي هيك. هسا رجع عندي كمان مرة لنفس الكوماند، بس هسا انا ايش بدي اتحكم، هاي عندي specify first point، بس انا في هاي الحالة بدي انا اتحكم ادخل الاريا. خلينا اكبس ايه من الاريا انتر. هسا الاريا فنفترض ان انا بدي اياها تكون 50 يونتس الاريا، بضغط انتر. هسا الاوتوكاد مشان يقدر يحسب لي شو هو ابعاد الريكتانجل هاب بطلب مني تو اوبشنز، يا انا بحدد اللينك او بحدد انا الويدث. اذا بتلاحظوا النقطه السوداء هون، في نقطه سوداء هاي جاي على اللينك، يعني جاهز الكوماند لو هسه ضغطت انتر على السريع لازم ادخل رقم تبع اللينك. اذا ما بدي اللينك بعمل هوفر بالماوس زي هيك وبختار الويدث اللي هو الدبليو، او بكتب كتابه حرف الدبليو وبختار الويدث. مثلا انا بدي انا اللينك، خليني اكتب حرف ال زي هيك وهي انتر. هسه بطلب مني ادخل قديش اللينك، خليني ادخل اللينك هون تكون عندي 15 يونت، هاي ضغطت 15 يونت، اجى الاوتوكاد حسب لي اياها اوتوماتيكلي انه هذا هاي نعلمها زي هيك عشان تكون واضحه لانه عملت اوفرلاب. هسه حسب لي اياها اوتوماتيك انه هاي تكون مساحتها 50 وطولها يكون عندي 15 يونت. اذا هو هاي طلع طول العرض تبع الضلع لحاله ورسمني الريكتانجل لحاله. هلا خلينا نروح هسا بدنا نرسم اللي هو البوليجون. مشان ندخل على البوليجون خلينا نروح هنا على نفتح الفايل هذا الاوبن، وهنا بتلاقوا عندي في الاكسرسايز فايل اللي هو 04 البيسك جيومتري، بيجي عندك هنا اللي هو البوليجونز، نضغط عليها زي هيك بنفتح اوبن، بنفتح عندي هذا البوليجون. هسا في عندي هون زي ما تلاحظين دائره. طيب هلا هون بنروح هون على الريكتانجل، هون بضغط على الفلاي اوت ارو هاي، بيجي عندي اللي هو البوليجون البوليجون كوماند. هاي البوليجون كوماند ضغط عليها، هسا شو بقول لي هون انتر نمبر اوف سايدز. هلا هو باي ديفولت 4 سايدز، انا بدي اياها 6 هيكساجون، هاي انتر زي هيك. هسا هذا الهكساجون بقول لي سبيسيفاي سنتر اوف بوليجون. طب السنتر البوليجون بدي اياه يكون انا عندي سنتر الدائره، فمشان انا اعمل سيلكشن لسنتر الدائره بدي ادخل الاحرف التاليه مشان يعمل سيلكشن، اللي هو اول ثلاث احرف من كلمه سنتر اس اي ان، هاي ضغطت اول ثلاث احرف، ضغطت انتر. هسا لو انا عملت هوفر على الدائره بتلاحظوا انه السنتر تبع الدائره طلع لحاله، فهنا هاي انا دخلت على السنتر تبع الدائره. بعد ما دخلت على السنتر تبع الدائره بطلع لي هون تو اوبشنز، واحده انسكرايب ان سيركل، واحده سيركمسكرايب اباوت سيركل. سيركمسكرايب اباوت سيركل اللي هو بيعمل لي الاضلاع البوليجون تاتش مع السيركل، يعني من ما تاتش مع السيركل، بينما الانسكرايب بكون البوليجون داخل السيركل. فانا خليني هون اختار الاوبشن الثاني اللي هو سيركمسكرايب زي هيك. هسا السبيسيفاي اللي هو الريدس تبع السيركل، انا السيركل هاي انا راسمها 5 يونتس، فاذا خليني اضغط 5 وهي انتر. بتلاحظوا انه البوليجون اجى بالضبط اللي هو السنتر اللي هو الضلع البطن الضلع تبع البوليجون اجى تاتش مع السيركل من هون. هلا خليني كمان مره انه اروح على البوليجون كوماند، او مثلا بضغط سبيس كمان مره مشان ادخل بالكوماند.
هسه بقول لي انتر نمبر اوف سايت 6 6، فخلاص بما انها 6 من نفس ما هي بضغط انتر انه بدخل بال 6. هسه سبيسيفاي سنتر اوف بوليجون، بضغط سي اي ان مشان احدد لي سنتر الدائره هاي، بعمل هوفر زي هيك على الدائره هاي السنتر اخترته. هسه بدي ادخل ايش، بدي اختار الاوبشن الثاني اللي هو الانسكرايب ان سيركل. مثلا انسكرايب تلاحظوا في الكوماند لاين تحت اللي هو جاي حرف الاي الكابيتال لتر بكلمه انسكرايب ويكون لونه ازرق، هو الكلمه الرئيسيه او الحرف الرئيسي. خليني اضغط هنا حرف الاي عشان اختار اللي هو الانسكرايب، هاي انتر. هلا بقول لي هنا سبيسيفاي راديوس اوف سيركل، كمان مره بدي اضغط 5 وشوفوا كيف انه البوليجون بيجي داخل هذه الدائره، هاي 5 اجى البوليجون داخل الدائره. هسه البوليجون هذا سواء كان في دائره عن جد مرسومه على الاوتوكاد او ما كان في دائره، دائما حيطلب منك اللي هو سبيسيفاي اوف سنتر. يعني هاي هنا ضغطت هنا هاي على البوليجون 6 اضلاع، كمان مره انتر، بقول لي سبيسيفاي سنتر اوف بوليجون، هاي السنتر تبع البوليجون، بختار مثلا سيركم سكرايب وهي انتر. طبعا هيخلي نفس الرقم اللي هو هذا 3.8 زي هيك، او ندخل الرقم هذا مثلا يكون 3.5، هاي انتر، هاي كمان مره طلع. بس هو يعني زي بتصير انت بدك تتخيل انه في دائره وهميه وتكون انت بترسم على اساسها هذا البوليجون، انه يكون انسكرايب او سيركم سكرايب. ما تنسوا تعملوا سبسكرايب وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس وتسلخوا لايك وتعملوا شير لاصحابكو مشان يستفيدوا مثلكو، واللي في عنده اسئله او افكار لدروس معينه يكتبها تحت.